طبعا احنا حاليا في احد المصانع بتاعه تعبئه المياه، كل الانواع اللي ورايا دي كلها المصنع هنا بيعمل الماكينات بتاعتها. ان شاء الله هنخش المصنع هنشرح كل المراحل مع بعض ان شاء الله. اللي مهتم بمجال تعبئه المياه او العصائر او السوائل بشكل عام ان شاء الله يتابع الفيديو، وان شاء الله الفيديو يكون مفيد ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد حسن من جلوبال أوفرسيز جروب. أنا حاليا في أحد أكبر مصانع التعبئة في الصين هنا. النهاردة نتكلم عن تعبئة السوائل بشكل عام أو تعبئة المياه بشكل خاص. لو أنت حابب تبدأ مشروع تعبئة المياه، إيه الحاجات اللي أنت محتاج تقررها أو تحددها قبل ما تبدأ الخط؟ أول حاجة بنبدأ بيها لما بنقول عايزين نعمل مصنع لتعبئة المياه هو نظام معالجة المياه. نظام معالجة المياه اللي هو بيعالج المية ويخليها قابلة للاستخدام او للشرب. طبعا مصدر المياه اللي عندك بتاخد عينة من المية وبتروح لأقرب معمل بتعمل مسألة تحليل او تقرير عن حالة المية، اللي بتكشف الاملاح المعادن كل تفاصيل المية. بعد كده بتبعت لنا التقرير او بتبعته للمصنع اللي هيعمل لك الخط، وبتدي ان هو يعمل التفاصيل بتاعت وحدة المعالجة اللي هي هتكون قادرة على ان هي تعمل لك معالجة بالسعة الانتاجية المطلوبة اللي انت هتستخدمها بعد كده في مسألة التعبئة، وبعد كده مرحلة الليبولينج، وبعد كده مرحلة الباكينج اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. بعد كده بنخش على مرحلة التعبئة. السعة الانتاجية برضو مطلوبة جدا، التعبئة اللي انت هتعبيها هتعبي كام عبوة في الساعة، وكمان السعة الانتاجية بتاعت الازازة نفسها، سواء سعة صغيرة زي 200 ملي او سعة وسط زي 2 لتر او سعة كبيرة زي 5 لتر او 5 جالون، دي كلها مطلوبة جدا. طبعا بعد ما حلينا مشكلة معالجة المية، او لو انت عندك المية جاهزة على التعبئة، بنخش لمرحلة النفخ. الامبولات بتكون جاهزة، او انت عندك ماكينة الحقن اللي بتعمل الامبولات من مادة البي اي تي، دي اللي هنحطها هنا في ماكينة النفخ الاوتوماتيك. الماكينة هنا بسعة انتاج 6000 عبوة او نفخ 6000 عبوة في الساعة. طبعا بنحط هنا الامبولات اللي هي من مادة البي اي تي، وبتبتدي انها تتحول مباشرة بالسير علشان تخش على ماكينة النفخ اللي هي هنا، هنشوفها مع بعض. طبعا هنا بيتم ترتيب الامبولات زي ما انتم شايفين، وبتبتدي ان هي تخش على مرحلة النفخ مباشرة. زي ما انتم شايفين بتخش على آلة النفخ، وبيتم نفخ الامبولات دي بعد تسخينها، وبعد ما بيحصلها عملية نفخ بيتم ان هي تحويلها الى مرحلة التعبئة. لو خدنا بالنا هنا اهو، بعد مرحلة النفخ بيتم ربط او دفع الزجاجات عن طريق سير الهواء لحد لما توصل الى ماكينة التعبئة مباشرة. وزي ما قلنا على حسب السعة الانتاجية، لو السعة الانتاجية 6000 عبوة بنحط ماكينة نفخ واحدة، لو السعة الانتاجية كبيرة مثلا 10000 او 12000 بنحط ماكينتين نفخ يتم توصيلهم مباشرة الى ماكينة التعبئة مباشرة. ويبتدي بعد كده مرحلة قفل الغطاء ومرحلة وضع الليبل اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. طبعا بعد ما قلنا الزجاجات بتيجي من السير وبتخش على مرحلة التعبئة، هنا التعبئة بتعبي وبتقفل الغطاء. زي خدنا بالنا هنا الغطيان بتيجي من هنا، طبعا بتمر على مرحلة الغسيل، وبعد كده هنا بيتم قفل الغطاء. بعد كده بتخش على مرحلة السير، طبعا لان احنا هنا الخط اللي قدامنا ده هو خط للعصير، ففي عندنا وحدة مبرد لان هنا بيكون هوت فيلينج او التعبئة الساخنة. بعد كده زي ما انتم شايفين بتمر على السير دون، وبتيجي هنا على بعد كده على مرحلة الليبولينج اللي هو بيحط الليبل على العبوة نفسها. هنا مرحلة الليبولينج، الليبل بيكون على شكل رول زي كده، بيخش على المراحل دي وبتدي ان هو يتحط على الزجاجة نفسها. خلاص بعد كده هنا هنا غرفة الحرارة اللي هي بتخلي الستيكر يمسك على الزجاجة. بعد كده بتخش بعد كده على سير اللي هو السير اللي بينتهي الى مرحلة التعبئة اللي هي سواء الشرينك او سواء الكرتون. طبعا الوحدة اللي قدامنا دي هي وحدة التغليف، هو بيكون في الشرينك او الفيلم اللي هو دون، يكون على شكل رول زي ما انتم شايفين راكب فوق في الماكينة، وبيبتدي ان الزجاجات بتيجي هنا وتخش تاخد الشرينك، وبيحصل عملية تسخين علشان يمسك الشرينك عليها كويس
دي تعتبر المرحلة النهائية أو المرحلة الأخيرة لمسألة تعبئة المياه، وبيطلع الشرينك في الآخر من الماكينة دي، أو بنستبدل ماكينة الشرينك بماكينة أو بنظام اللي هو بتاع الباكينج سيستم اللي هو الكرتون أو صندوق الكرتون، يكون فيه نظام خاص للتعبئة مخصوص علشان يشيل الزجاجات ويحطها في الكرتون، وبعد كده يقفل الكرتون باللي هو اللاصق. طبعا هنا أحد الوحدات الكهربية أهي، معظم الحاجات اللي بيستخدموها هم سيمنز. دي كلها المكونات لو خدنا بالنا كلها تقريبا سيمنز، اهو سيمنز سيمنز، دي كلها سيمنز، حتى اللوحة اللي هي بتاعت التاتش سكرين هي كمان سيمنز، اهي لوحة التحكم سيمنز. طبعا هنا الجزء بتاع الوير هاوس بتاع قطع الغيار، ده كل المبنى ده او الجزء ده هو بتاع قطع الغيار اللي مستخدمة في مسألة التجميع بتاعة الماكينات أو بخدمات ما بعد البيع. بالنسبة للسعة الإنتاجية، خطوط إنتاج تعبئة المياه أو تعبئة العصائر بشكل عام أو المياه الغازية، السعة الإنتاجية بتاعتها بتتراوح من كام لكام. لو بنتكلم على السعة اللي هي 200 ملي لحد 2 لتر، تقريبا متوسط السعة الإنتاجية بتكون 6000 عبوة في الساعة. لو بنتكلم على من 3 لتر لحد 10 لتر بتكون حوالي 1200 عبوة في الساعة. لو بنتكلم على الخمسة جالون أو اللي هو 18 لتر تقريبا بيكون 600 عبوة في الساعة. طبعا بالنسبة للمساحة، مساحة الخط محتاج كم متر مربع؟ لو بنتكلم على المتوسط اللي هو 6000 عبوة في الساعة، محتاج على الأقل خالص مساحة 500 متر أو أكتر علشان تركب الخط فيه. بالنسبة لمسألة الشحن، أنا خلاص بعد التعاقد بشحن، طبعا على حسب الخط بتاعي هياخد كم حاوية، لكن نقدر نقول المتوسط الخطوط هنا بيحتاج 3 حاويات أو أكتر، يعني بنتكلم في من حوالي 6000 إلى 8000 دولار شحن. طبعا هنخش الشوروم او المكان بتاع العينات. لو خدنا بالنا كل العينات دي اللي موجودة هنا في المصنع، المصنع بيقدر ان هو يعبيها، دي كلها اللي هي اللي بسميها العينات، سواء من الاحجام الصغيرة جدا لحد اللي هي الخمسة لتر او حتى لحد اللي هو الخمسة جالون اللي انتوا شايفينه هناك دون. كل الانواع اللي احنا شايفينها دي قدامنا هي انواع المصنع بيعمل الماكينات بتاعت التعبئه بتاعتها، سواء بتعبي ميه، سواء بتعبي زيت عصير، او حتى بتعبي بعض السوائل اللي هي الكثافه بتاعتها عاليه جدا زي العسل وخلافه. دي كلها العينات اللي انتوا شايفينها قدامنا. طبعا بالنسبه لخطوط الانتاج هنا بيجي معاها قطع غيار مجانيه، وفتره الضمان بتكون حوالي سنه. بعد السنه دي لو احتجت اي قطع غيار بتدفع طبعا تكلفتها، وبيتم المصنع بيشحنها لك لحد المصنع عندك. كمان بعد ما بتشتري الخط من هنا، المصنع بيوفر لك المهندسين اللي بيروحوا يركبوا الخط عندك ويجربوه ويشغلوه لمده شهر على الاقل، بيفضلوا مع العمال عندك والمهندسين يعملوا لهم فتره تدريب، وبعد كده بيسلموك الخط بدون اي مشاكل. بالنسبه للمواد الخام، المواد الخام ممكن تشتريها كمان من المصنع، بنوفر لك كل المواد الخام، سواء البي اي تي اللي هي الحبيبات، سواء الامبولات اللي هي بتستخدم للنفخ مباشره، سواء الليبل، سواء الستيكر، سواء المواد الخام بتاعه الغطاء او الغطاء نفسه. دي كلها تفاصيل نقدر نوفرها لك وانت بتشتري الخط او بتتعاقد على الخط نفسه. متوسط الاسعار، متوسط الاسعار بالنسبه لخطوط الانتاج بتاعه تعبئه المياه بتتراوح من، لو بنتكلم طبعا على خطوط الانتاج بتاعه ال 6000 عبوه في الساعه، تقريبا بتتراوح من 180 الى 220 الف دولار. لو بنتكلم طبعا على سعه انتاجيه اقل طبعا الاسعار اقل، لو بنتكلم على سعه انتاجيه اكبر طبعا الاسعار بتكون اكتر. طبعا تعبئه المياه الغازيه طبعا بيكون اعلى شويه في السعر، وهكذا. طبعا كل ما اختلف السائل اللي احنا بنعبيه وكل ما اختلفت السعه الانتاجيه سواء للاقل او للاكثر، طبعا كل ما كان السعر مختلف. ان شاء الله لو اي حد عنده سؤال او استفسار عن خطوط انتاج وتعبئه المياه او السوائل بشكل عام، ان شاء الله يتواصل معانا على الرقم الموضح على الفيديو، او يشرفنا في مقر شركتنا في ميت جونجو في الصين. اتمنى يكون الفيديو افادكم، وان شاء الله انتظروني في فيديو قادم سواء عن منتج جديد او خط انتاج جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاعجاب ومتابعه القناه ليصلك كل جديد، ويمكنك متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك الموجودة أسفل الفيديو.
you